الذي جمعه الله لا يفرق الإنسان. طالما ما كان تخوفوا على المصير ديالنا، نشغلوا بالنا بالمستقبل، يا ترى واش نوصلوا لذاك الهدف اللي حنا من اجله كنجتهدوا. غالبا هاد الامر هذا تيوقع ما بين شخصين كيكونوا تتحابوا، عشاق مثلا، يقول واش هاد الانسان او الانسان غادي يكون من النصيب ديالي في الحياه ديالي. طبعا هناك انسان تيقضي اكثر من نصف الحياه ديالو كلها غير تساؤلات على المصير ديالو كي غيكون. رغم انه كتبقى بانه عنده اشياء كثيره متوفره له في الحياه ديالو اللي تمكنوا من العيش في ذاك اللحظات، فهو تي تخلى عليها ويولي باله مشغول غير مع الامور اللي غادي تجي، الامور اللي بعيده، ما كيعطيش الاهتمام بالاشياء اللي عنده وكيتصرف بها، ولكن ما عاطيهاش الاهميه بقدر ما عاطي الاهميه للامور اللي هي بقى ما وصلتش، كيتسارع مع الوقت باش يوصل ذاك الهدف ديالو باقرب وقت ممكن، كانه هو بدون شعور كيبغي ان الوقت يدوز، يعني يدوز واحد المرحله من الحياه ديالو بسرعه باش يوصل ذاك الهدف، وهو كينسى بان راه داك الشيء كيتنقص له من العمر ديالو. الانسان كيتحارب مع الوقت، يتصارع مع الوقت، الا وانه تينقص من العمر ديالو واحد النصيب كبير من الحياة اللي كان من المفروض انه يعيش ويتمتع به، واذا بانه تيشغل باله غير بالتساؤلات على اشياء، يا ترى وصلها او ما وصلهاش، حققها ولا ما يحققهاش، وهكا كيضيع واحد نصيب كبير من الحياة ديالو. كما قلت في البداية، الذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان، معناه أن الله لك كتب لك واحد الحاجة راها ديالك، غتكون من الفائدة ديالك، وغتكون من النصيب ديالك رغم تدخلات الأعداء، رغم الناس اللي غيتصداو في الطريق ديالك وغادي يحاولوا يخلقوا عراق كبيره باش انت ما توصلش لك الهدف، لكن الله هو داير القرار ديالو بانك غادي توصل او انك ما غتوصلش، على حسب القرار ديال الله سبحانه وتعالى. نقدروا عاوتاني نفكروا في واحد الموضوع، وهي إرادة الله سبحانه وتعالى اللي هي فوق كل الإرادات. لكانت شي أمور مستحيلة على الإنسان فكل شيء مستطاع عند الله، بمعنى آخر أن كاين شي أمور إحنا كبشر تتبنى صعيبة جدا، ما نعرفوش كيفاش نحلوها، لكن الله سبحانه وتعالى عنده كل الوسائل باش يحل المشاكل ديالنا، المشاكل ديال كل حاجه هي بين يديه، فكل شيء مستطاع عند الله سبحانه وتعالى. بالبشر فأي مشكله، ادنى مشكله صغيره جدا، ابسط مشكله في الحياه يقدر يتوقف
توقف الجهود ديالو وما يقدرش يستمر في الطريق ديالو بسبب واحد المشكلة بسيطة جدا. الكل يتساءل مع نفسه ومن بين التساؤلات كان هناك ثلاثة ديال النقاط خصنا نعرفوها مزيان. أولا، علاش خلقني الله؟ معناه شكون أنا؟ ثانيا، لماذا جئت إلى هذا العالم؟ أي علاش أنا عايش في هذه الحياة رغم شراشتها وقساوتها؟ ثالثا، علاش أنا غادي نموت؟ أي علاش خصني نترك هذه الحياة ونرحل من هذه الدنيا للآخرة؟ كل هذه أسئلات وغيرها لا يمكن الإجابة عنها إلا ما تفرغنا من الوسط الذي نعيش فيه، ونلتجئ إلى مكان لا يحس بك حتى إنسان إلا من خلقك. وأفضل مكان هو اللجوء إلى الطبيعة بعيد على كل ما يدور حولك من تحركات بشرية ومشاغل البيئة اللي كتعيش فيها. علاش كنقول الطبيعة؟ حيث هي المكان الوحيد اللي نقدروا من خلالها إدراك وجود الخالق. حين من كنلتفتوا الأبصار ديالنا ما يلوج في الطبيعة من المناظر الخلابة، الأشكال والألوان، فكل هذه الأمور هذه تعطينا قدرة إلهية باش نفهموا كل هذه الأشياء اللي وجدها الله سبحانه وتعالى أجل غرض واحد، أجل الإنسان، ماشي من أجله هو. هو ما محتاجش لهذا الشيء اللي كنشوفه، الطبيعة والخلائق. طبعا الإنسان ما وجدوش باش غير فقط للعبادة، بل هو ما محتاجش للعبادة. هو ماشي جاب الإنسان فقط للعبادة لأنه محتاج له يعبدوه ويطيعوه، بل جابوه فقط مجرد المحبة ديالو، فقط عشاه، بغى لا غير. فتا شي حاجة، تا شي دافع ما وصلوا أنه يخلق الإنسان من أجل الأغراض ديالو الشخصية. والله هو أزلي ولا يحتاج إلى البشر ولا أي مخلوق في هذا الكون. إذن الوجود ديال الإنسان في هذا العالم هو فقط من أجل التمتع بالخيرات الله سبحانه وتعالى. أنا يحس بأن الله كيبغيه، تيبغي له السعادة وتيبغي له الهناء، وكان كان إمكان الله سبحانه وتعالى أنه يعطي حتى الحياة الأبدية، لكن الله سبحانه وتعالى عاطينا الحياة الأبدية لكن ماشي بالشكل اللي كنتصوروه حنا. معناه أننا نحن غنعيشوا في هذه الأرض أزليا وأبديا. بالله سبحانه وتعالى جعلنا أننا أولا نتخطى في هذه الأرض هذا، نعيشوا من الخيرات ديالو اللي عطانا، ونتمتعوا بكل ما خلق، لأن هذا الشيء اللي خلق راه من أجلنا حنا، ماشي شيء مخلوقات أخرى، فقط من أجل الإنسان. ومن بعد على حسب الأعمال ديالنا والتصرفات ديالنا مع الله ومع بعضنا بعض، فهناك حياة أفضل من هذه الحياة اللي احنا كنعيشوها، الحياة الأبدية، لكن ماشي بهذا الجسد اللي كنتصوروه حنايا، ماشي بهذه الصفة اللي احنا عايشين بها. فهناك صفات أخرى يعلمها غير الله سبحانه وتعالى،
في ذلك اننا غنعيشوا قريبين من الله سبحانه وتعالى، ما غنكونوا ما نحتاجين لا الطعام ولا الشراب ولا اللباس ولا حتى شي حاجه من هذا النوع، غنكونوا مستغنين على جميع الاشياء الماديه. كل ما هي ماده كتصبح ما عندها حتى شي قيمه، لان الله سبحانه وتعالى غادي يوفر لنا جميع شروط العيش باش نكونوا معاه في الحياه الابديه. اما هنا فهاد الارض اللي حنا عايشين فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي انا هو اللي سمح لنا اننا نجيو لهنا، لهذا كنت تنسال وتنقول علاش انا عايش، علاش انا جابني الله لهذه الارض. هذا راه ماشي غير عبثا، بل هو احب اشاء بغى يشوف عباده يعمروا الارض ويستغلوا جميع الخيرات اللي فيها، وطبعا يحافظوا على جميع خيرات الله سبحانه وتعالى باش تنتقل من جيل لجيل ويا غدا. والامر الكبير اللي كيشغلنا بزاف اللي كيحيرنا هو علاش جبنا لهذا العالم وبغينا نموتوا وبغينا نخرجوا منه، نخليو هذا الجسد غير في التراب، لانه هو جا من التراب غيرجع للتراب. علاش زعما هذه الفكره؟ لان ما يمكن لك شيء توصل لعندو بهذا الجسد اللي حنا كنعيشوا به، اللي هو ما اللي حنا وسخناه بالخطايا وبالذنوب والمعاصي، ممكنناش الله ممكنش يستقبلنا بهذا الجسد اللي حنا عايشين به فيه، لان حنا وسخناه بالاعمال الرذيله بقله الطاعه وبالذنوب والخطايا اللي كنرتكبوا يوميا. لهذا الله سبحانه وتعالى فقط غادي يستقبل منا حاجه وحده من هذا الشيء كل اللي فينا حنا، هي الروح ديالنا لا غير، حيت النهار اللي سلم لنا الروح عطانا الروح عطاها مقدسه في واحد الجسد بريء ما فيه لا خطايا ولا ذنوب، يمكن تزادوا ونخرجوا لهذ الدنيا كنكونوا معصومين من الذنب، ما عندنا حتى شي ذنب. لذلك الله سبحانه وتعالى كيبغي ان هاد الروح اللي عطاها لنا تبقى مقدسه لغايه ما ياخذها من عندك، وباش تسلمها له خصك تسلمها له مقدسه من كل الخطايا ومن كل الذنوب، باستغفار، بالصلاه، بالدعاء، بالاعمال الخير، بالاحسان. يعني كاين وسائل وطرق كثيره باش يمكن لك تخلي هذا الروح ديالك تكون تبقى مقدسه، وهذا هو الهدف من الله سبحانه وتعالى. جعلنا ندوزو في هذه الدنيا هذه باش ندوزو من هذا الامتحان اللي هو عسير، لان كاين بزاف ديال القساوه والشراسه في هذا العالم هذا، رغم اننا رغم الذكاء اللي فينا والمعرفه اللي كان اللي كنتوفروا عليها، فما غنمنعوش من الخطايا، لا بد اننا نطيحوا في الذنوب، ولا بد اننا نسقطوا في التجارب، لهذه التجارب اللي يمكن لها تاتي بنا الى المعاصي، الى معصيه الخالق. وبالرغم من كل هذا فالله سبحانه وتعالى كان عارف بان الانسان غادي يخطا ويطيح في الذنب، هو على علم منذ البدايه قبل ما يخلق الانسان، عارفه بانه غادي يدوز واحد المرحله صعيبه في الدنيا، لذلك انه وفر له وسائل كثيره وطرق كثيره باش يتجنب هذه الخطايا وهذه المعاصي والسقطات اللي كنطيحوا فيها يوميا. فنبهنا عن طريق الانبياء والرسل والكتب المقدسه السماويه اللي جات بين يدينا، اللي فقط خصنا نقراوها وخصنا نراجعوها ونتبعوا الكلام الله سبحانه وتعالى، لان كل ما فيه هو مفيد للبشر. لذلك
خصناش اننا نتهاونوا على كل هاد النصائح اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل قاطع على ان الله تيبغي لنا الخير وكيحبنا. لو كان ما تيهموش الحياه ديالنا غادي يخلينا كوحوش كحيوانات عايشين تناكلوا في بعضياتنا بعض، نتعدوا على بعضياتنا، لان ما كاين لا قانون ولا شرائع ولا حتى شي حاجه. لذلك الله سبحانه وتعالى امر الرسل ديالو والانبياء باش يوصلوا الرساله ديالو لكل امه، لجميع القبائل والشعوب، ومنها من تقبلات هذيك الشرائع اللي عطاها الله والقوانين اللي جابوها الانبياء، ومنهم من رفضوه، وطبعا المصير ديالهم هذاك محتوم، يعني معروف انهم اختاروا الطريق الأسوأ بخطرهم، يعني بالعقلية ديالهم، بالكبرياء، بأنهم تكبروا على كلمة الله. لذلك كتلقاهم دائما متشائمين، يأسين، ومتسائلين على المصير ديالهم، ما عارفينش راسهم أنهم بعد الموت فين غادي يمشيو. علاش يخافوا الناس من الموت؟ أغلبية كيخافوا من الموت لأنهم تيجهلوا المصير ديالهم. ما هو بعد الموت؟ شنو كاين؟ فين غادي يمشي؟ طبعا إلا كان تيعرف راسو بأنه داير الشر فهو كيتمنى أنه ما يموتش، أنا لحظة الموت ما تجيش نهائيا. أما الإنسان اللي هو حاس بأنه مزيان مع نفسه ومع البشر ومع الخالق، فما عنده حتى شي نقطة ديال المشكلة، فقط كينتظر إرادة الله سبحانه وتعالى تطبق في الحياة ديالو، وهو مستعد في أي لحظة يتقبل النداء ديال الله سبحانه وتعالى من يجي النوبة ديالو. وهذا هو المهم، أن الله سبحانه وتعالى جابنا في هذا العالم لنعيش عيشة ديالنا طيبة كريمة، نتعاون، نتفاهم، لأن الله سبحانه وتعالى ملي كيشوف أن العباد ديالهم متفاهمين متحدين تيفرح، تيفرح معلوم، تيقول مع نفسو أنني ما خسرتش ملي عملت الإنسان في هذه الدنيا، ما ندمتش على واحد المخلوقات خلقتهم وهما تيطيعوني وتيعملوا الإرادة ديالي، تيرضيه هذه الأمور. لذلك دائما احنا خصنا نطلبوا حاجة في الصلوات ديالنا، لتكن إرادتك يا رب، ماشي الإرادة ديالنا، أو أننا ندعيو بالطريقة اللي بغينا ونوريو للخالق شنو هي، كيفاش يدير معنا احنا، كيفاش يتصرف معنا، وكيفاش يعطينا، وكيفاش يفهمنا. لا، خاص توضع هادشي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقط قل لتكون مشيئتك، لتكون إرادتك، ليكن ما تختاره أنت لحياتي لا غير. لا، الله سبحانه وتعالى غادي يختار لك غير الخير، غير الأشياء المزيانة إلا وكلتي الأمر ديالك ليه. ما تخافش، من المستحيل أنه غادي يسلط عليك المشاكل وأنه غادي يوضعك في وضعية مؤسفة ومؤزمة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان ويبغيه الخير ليه. لهذا خصنا نكونوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى هو تيعمل في الخفاء، ما كيوريك شنو غادي يدير، فقط تيدفعك الأمور اللي باغيك هو أنت توصل لها. واخا أنت بعد النوبات كتعكس وكتردد في واحد الحاجة اللي الله سبحانه وتعالى رسمها لك وباغيها لك، لكن أنت متخوف وما فاهمش علاش، لأنك أنت داير في بالك واحد اتجاه كيظهر لك بأنه صالح بالنسبة لك أنت، ومن كتشوف بأنه أنك ما وصلتيلوش ما قررتيلوش فتتور
ضد الله وكتقول كيفاش انا ما خليتينيش نوصل للاشياء اللي باغي انا. احنا هنا باغي دير الاراده ديالك انت. اهم شيء هو انك تخلي الله سبحانه وتعالى يخدم في الحياه ديالك ويمشيك بالطريقه ديالو، لان الطريقه اللي اختارها لك بلا شك انها معقوله وسالمه وخاليه من كل ضرر، سواء كان ضرر نفساني او مادي او معنوي.